أول حاجة لازمنا نعرف أن السيدة عبير موسي للأسف الشديد هي من بتصرفاتها وبتصريحاتها وبهدية مرض الشو اللي عندها اللي تحب تعمل كل نهار تحب تخرج وتحكي ثلاثة سوايع وهاني في الشوارع وإلى آخره، أفقدت روحها الكثير من مصداقيتها السياسية والكثير من شعبيتها. نحن نشوفه أنه اليوم فما للأسف الشديد لا مبالاة في الشارع التونسي بكل أطيافه بوضعية الحزب الحر الدستوري اللي كان في فترة من الفترات قوة بدأت تجد نفسها في المشهد، ثم يعني بالتصرفات نتاع السيدة عبير موسي أفقدت الحزب هدايا الكثير مما يمكن أن يكون خزان انتخابي وخزان سياسي داعم له. أنا نشوف أنه الكلام اللي تحكي فيه على الخميني وغير الخميني وإلى آخره وباش تمشي المنتظم الأممي، تصور أنا يعني كلام هي أما أنت تعتبر شو دفع لروحة زيادة معناتها أنا لا أناقش لا أناقش في حقها التهم الموجهة كيف العادة ترقى لي معناتها مو أحنا في الوضع هذا باسل ولا كل واحد يدافع على وجوده يدافع على وجوده لا نقاش. أما المشكلة في السيدة عبير موسي أنه هي وقت اللي تمشي باش تدافع على روحها تشطح البلايس اللي الناس تقعد تغزل يعني نحكي وتوبي منطقة الخميني ما عنده حتى علاقة بينا احنا سبقت يعني نسأل سؤال مشكلة باسل في التشبيه هل الوضع إنه هل اليوم الوضع في تونس هل أنه تونس اليوم النساء تضرب في الشوارع يعني عبير موسي وقت تحب تختزل المرأة التونسية في ذاتها رك أنت لا تمثلها، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الكلام هدايا أني سأتصل تصلش كون منع برا اكتب للي تحب يعني نحن شفنا اللي عملته هي وبعض انصارها مش بقيت التفاصيل بما انه لا فما كاميرا ما فما برشا تفاصيل شوف ما نحكيش على مشيت القصر انا لا نحكي ما سبق وقت مشات المقر الامم المتحده وقت مشات المقر الامم المتحده كنا لازم نوصلوا للي وصلنا باش ترجع خاطر هذا راه مضر بصوره تونس انديبوندامون بارلون انسى عبير وانسى اللي تحب هذا راه حتى الصوره نتاع البلاد معناتها راهو ما نجموش شو قلت رئيس حزب مشات بلا حاولت تعمل تطلب دي شارج ما خذيتش ما خذتوهاش المشكلة مش هوني هي ترقى زادة كيف نرجعوا للحكاية هذي هل ترقى مش حطها وقوب الأعدام ودنيا مش مباركة الأعدام لحد شيء هي الإشكالية وين الكل لا هاني باش نفهمك أن الإشكال وين صار الفيديو اللي قامت بتصويره اولا في منطقه من وقت بن علي كان ممنوع التصوير هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه قامت بتصوير ما ظهرتش حاجه معنا. لا خليني نفهمك ايوه قامت بتصوير اللي وراها الكل هي جزء من الاجراءات الامنيه والاستحكامات المعده لحمايه مداخل قصر قرطاج وبالتالي هي انا نعرف هي المراه تلوج على الشو ما عندهاش ما عندهاش علاقه بالموضوع يعني هي ماشيه تحب يعني انا سمعت الفيديو يقول له يجيني يحكي معايا هي فقط تحب توري حاجه اني هاني موجوده هذيك مشكله السيد عبير بس احكي لكم حكايه صارت معايا انا نهار الحزب الحر الدستوري عمل اكبر مسيره اللي يعملها من شارع من في باردو من قرابه باب سعدون وصولا للباردو وصلت وعملت خطاب وكان معها تقريبا 5000 مناصر هذا قبل 25 جويلية والإعلام غطاها وإلى آخره ما نجمتش وقتها تكمل الحكاية هكا ظلت تعمل في المشاكل قعدت هي وسبعة من أنصارها في الخاصة نتاع باردو هزوها داخت وهزوها للكلينيك فما حاجة يعني هي اليوم ما تنجمش تعرف أين تقف حدودها انسى عبير كان منا معناتها منيش باش نعطي ما نسمحش روحي باش نعطي دروس لكن حتى حد دروس لكن كنا نجمو ناخذوا كيما احنا يعملونا بارفوال تحوثيين ناخذ التليفون نفسخ الواحد وكان لازم نفسخ اللي ثم في التليفون الكل نرمي التليفون تقف الحكايه غادي علاش باش احنا ما نعطيوش زاده صوره في كل تجاوز نتاع مشكلتها في بث اللايف هي مشكلتها عايشه في اللايف انا وقتها نحرمها يا اللايف هذاك باش نحرمها من اللايف بدون ما تكملش تحجز الهواتف تحجز بالا وتسالنا احنا تحجز الهواتف وتجيب لك هذا قلناه من اول وقت لينا كان العدد الكبير من قوات الامن قلنا علاش العدد هذاك الكل هل الامر كان يستدعي العدد الكبير نتاع الامن هذاك ثم مواجهه عقوبة الأعدام تقول لك هذا مش زاد
راهو قبة العدام ولينا باش نحيوا لها قيمتها. مش اقل حاجه توا اللي نسمع فيهم الكل عقوبات ادم. شنو الحكايه معناتها الفصول هذوما اللي قاعدين يستعملوا فيهم راهو بقطع النظر على المتهمين، بقطع النظر على المتهمين. راهو احنا توا انتوكا في البلاتو احنا ندافعوا على بلادنا، نحبوا بلادنا، ما نحبوش زادة صورة بلادنا تبدا محتزة. هذا بلا هذا راهو الممارسات هذه من شأنها انها تخلي الصورة متاع البلاد مهتزة. عليه خاطر التجاوز هذا ما يوصلش، ما يلقاش المستوى ارتيكل 72 والدنيا مقلوبة. وهي حل الصورة تلقى خيط، تلقى تصور فسخ، تصور فسخ الفيديوهات، احجز احجز الهوات ما تعطيش الهوات، تقول ما عادش بتاخذهم، خليها تمشي تكمل كما هي مستانسة. راهو معناتها كي ندخلوا في الوحدات هذيا حتى حد ما يربح، حتى حد ما باش يربح راهو فينالمون. اما باعتقادي اللي حكيته الكل صحيح، اما للاسف الشديد انه الخاسر الاكبر بالتصرف المسؤول هي سيده عبير موسى واللي معها.